يمكن القول أن الطعام هو هرمون السعادة الذي يصنع البشر. معظمنا يشعر بالسعادة عندما يتناول طبقه المفضل مثلا، وبالتأكيد فإن الطعام هو أحد أساسيات الحياة وغذاء الجسد، وبالتالي فالكثير منا يغضب عندما يشعر بالجوع، وهذا ما أشارت إليه دراسة أمريكية فعليا تقدم فرضية جديدة عن تأثير الجوع على الإدراك والوعي الذاتي للفرد نفسه. فهل يواجه الأشخاص الجائعون الحياة بنظرة أكثر سلبية؟ لماذا نغضب فعليا عندما نشعر بالجوع؟ هل نكون مدركين فعليا أننا جائعين؟ وما تأثير ذلك على الصحة؟ هذا ما سنناقشه مع ضيفتنا اليوم عبر سكايب اختصاصية التغذية مجد الخطيب. صباح الخير لك مجد. أهلا يسعد صباحك إسراء. أهلا وسهلا فيك. فعليا مجد في كثير من الأشخاص بيكونوا معصبين، أنا بحس حالي أني معصبة أو متوترة أو متضايقة بس بطلع جوعانة، بس أنا ما بكون عارفة أني جوعانة، صح ولا صحيح ولا مش صح؟ صح. ما سبب ذلك؟ مش بطلنا نعرف الحجة ليش الواحد عم بيكون معصب. صراحة أغلبية المرات منشوفهم هيك منرفزين شدين أعصابهم، خلص مفرفتين من كل إشي حواليهم، وبعدين أول ما تحطي لهم عشاء قدامهم لحالهم برجعوا بيروقوا زي اللي أعطيتيهم حبة مهدئة. فكتير مرات من العصبية اللي ممكن تكون حوالينا ممكن يكون شعورنا بالعطش أو بالجوع. هل هذا إشي أوتوماتيكلي إحنا لحالنا حنعرف وحنعرف إنه إحنا معصبين عشان نجعانين؟ لا، بس إحنا إذا إحنا شبكنا كل مرة إحنا معصبين بأكلنا وجبة صغيرة ونتأكد إنها ما تكون عالية بالسعرات الحرارية ورؤنا بعدها، معناها هذا العصبية تاعتنا مشبوكة بالجوع. بس بليز ما نعملها حجة إنه إحنا كل ما نكون أنا لسه بدي أحكي لك بالأكل. يعني مش معقول كل ما أعصب أحس يمكن جوعانة أروح أكل، عرفتي كيف؟ مش هاي المبدأ. صح، يعني أكيد لازم يكون في ملامح. الملامح اللي إحنا ممكن نعطيها من نعمل تستينج لعصبيتنا بأكل قليل بالسعرات الحرارية وبشبع لفترات طويلة. بس خلينا شوي نشرح إسراء ليش بتصير العصبية لما الواحد يجوع، شو بيصير جوا جسمنا عشان تطلع منا ردة الفعل هاي للعصبية. ياريت. الجسم أكثر إشي بمده بالطاقة هو السكر أو الجلوكوز. الجلوكوز هذا لما ينزل مستوياته لنسب قليلة بالجسم بيصير الدماغ بيعطي أوردرز للجسم إنه إحنا دخلنا بحالة طوارئ، بدنا هذه الطاقة. عشان ما يروحوا ياخدوا من المخازن اللي موجودة للطاقة اللي موجودة بالجسم بيصير يعطي زي سيجنلز أو إشارات للجسم، روح كل عشان تعطينا السكر أو الكربوهيدرات البسيطة عشان نقدر إحنا ناخد الطاقة اللي إحنا بحاجة إلها ويرجع جسمنا يروق. طب كيف إحنا بنقدر نميز إنه عن جد جسمنا عصب بس من نسبة السكر اللي موجودة بالجسم؟ نسب السكر إذا نزلت بصير زي ما حكينا الدماغ بحالة طوارئ. لما يصير الدماغ بحالة الطوارئ هاي بينزل عنا هرمون السيروتونين واللي هو هرمون السعادة، بيعلى عنا هرمون الدوبامين أو الكورتيزول، وبالتالي هدول هرمونات العصبية والزعل، وبصير جسمنا عم بتنفتر بطريقة هو مش قادر يسيطر عليها. مشان هيك عشان إحنا نتجنب طريقة عصبيتنا من الجوع لازم نتأكد إنه إحنا عم ناخد وجبات صغيرة خلال اليوم غير الوجبات الرئيسية عشان يضل في عنا إمداد للطاقة بشكل متواصل أول بأول. نعم، خلينا نحكي بحالات مختلفة مجد. يعني في بعض الأشخاص بيكونوا في حمية غذائية وممكن قاطعين السكر أو قاطعين أسلوب تغذية جديد، هل فعليا هذا بيكون مبرر أو في عندهم حالة عصبية معينة ممكن تأثر عليهم وعلى سلوكهم فعليا؟ شوفي إسراء، لازم تيجي يوم تداومي عندي بالعيادة وتشوفي اللي بيكون قاطع السكر والخبز من قراره الشخصي ويجي يتوزن يكون عم بتفشل بيقولي أنا معصب يلا وزنيني عشان دروح أكل. قلة السكر والطحين والخبز ومصادر الكربوهيدرات واللي هي السكريات البسيطة من أكتر الشغلات اللي ممكن تنرفز الشخص. ليه؟ لأنه زي ما حكينا هذه السكريات بتساعد بإفراز هرمونات السعادة اللي موجودة بالجسم. نسب السكر والجلوكوز السيطرة عليها بالنسبة المعقولة وما تعلى عن الطبيعي برضو بتساعد على السيطرة على العصبية. هل هذا معناته كل شخص عم بيعمل دايت لازم يكون منرفز؟ لا، بس كتير مرات منحس مودهم فائس، مش لازم توصل لمرحلة العصبية. كتير مرات ممكن نحس إنه خلص هم مفرفتين ومش مصدقين يوصلوا لليوم الفري بالأسبوع عشان ياخدوا الوجبة الفري تاعتهم. مشان هيك إحنا عشان نبعد عن كل هذه الاحتمالات اللي ممكن تصيبنا مش لازم نعمل دايت صعب لفترات طويلة، مش لازم نقطع السكر والخبز والطحين
بأشكالها كلها، ممكن نقطع البسيطة منها ناخذ المعقدة منها. في كثير بدائل للسكريات موجودة بالأكل عندنا، وبالتالي احنا بنكون عم ناخذ المصادر المفيدة للجسم حتى لو عاملين دايت، وبهذه الطريقة بنخفف عصبية، لأنه جد يعني ولا شخص أظن ناقصه عصبية بظل الظروف مع الكوفيد هلا 19 أبدا يعني. أكيد ما في مم يعني، مش بحاجة لأسباب زيادة. ولكن مجد يمكن هاي الفكرة إنها مؤقتة، يعني فعليا إذا بدنا نحكي علميا الدوبامين اللي بيفرزه أو الهرمون الدوبامين اللي بيفرزه السكريات عادة واللي بتعطي شعور بالسعادة، هي فعليا الإدمان عليها ممكن أنه يتوقف بعد فترة معينة، يعني ممكن فترة عصبية وبعديها برجع الإنسان بيعيش حياته طبيعي أو ببطل يحس بنفس الشعور بالعصبية؟ شوفي إسراء، الهرمون السيروتونين هو هرمون السعادة الموجود بالجسم. طبعا إحنا لما نكون عم ناخد كثير مرات بيقولوا لك الشوكولاتة بتعلي هرمون السعادة الموجودة بالجسم، وبالتالي بيكون الشخص سعيد أكثر. كله شغلة تعويض، بس إحنا ما عم نحكي إنه إحنا ناخد السكريات البسيطة بشكلها البسيط عشان إحنا نكون سعيدين، لأنه كثير في ناس بيقولوا لك إحنا قطعنا السكر الصناعي بس أخذناه من الفواكه وصارت أمورنا كثير أحسن وبطلنا نشتهي السكر وخفت المشاكل اللي إحنا عنا إياها بجسمنا لا طلب السكر سواء بالوزن أو بالصحة. مشان هيك في كتير بدائل للسكريات أو الطاقة اللي إحنا بحاجة إلها الجسم، مش لازم ناخدها بس من الشوكولاتة والتشيبس والملبس وهذه الحلويات اللي موجودة، بالعكس بنقدر ناخدها من اللبن، بنقدر ناخدها من الموز، بنقدر ناخدها من الفواكه. بالتالي إذا إحنا بدنا نقطع السكريات الصناعية أو المكررة أو التحلية بشكل عام، بنقدر ناخد السكر الطبيعي من التمر مثلا، من الدبس. بالتالي بنتعود على مصدره الطبيعي، ما بنحرم جسمنا منه أبدا من جميع أشكاله، وبالتالي صح الجسم مع الوقت حيتعود كتير إنه هو خفت نسبة استهلاك السكر للداخل للجسم، وهو بتعود إنه هذا الطبيعي له، ببطل مضطر إنه يروح على المخازن الموجودة جوا الجسم لا السكريات هاي الموجودة، وصح بتعود وبطل يعصب أبدا. نعم، في أغذية مجد ممكن إنها تساعدنا على يعني هدوء الأعصاب أو ترويق الأعصاب في مرحلة إحنا عارفين إنه رح نعصب فيها معناته؟ شوفي ما في ناس عارف امتى حتبلش العاصفة عنده بالعصبية، بس هي الفكرة عشان احنا نتجنب عصبيتنا من قلة الأكل، زي ما حكينا لازم نتأكد انه احنا عم ناخد سناكس او وجبات خفيفة بين الوجبات الرئيسية. ايش هذه السناكس او ايش هاي الوجبات الخفيفة اللي احنا بنقدر ناخدها عشان نتأكد انه احنا عم ناخد احتياجاتنا الأساسية من الأكل؟ بنقدر ناخد كاسة لبن او علبة شنينة، بنقدر ناخد 12 حبة لوز، بنقدر ناخد حبة فواكه، بنقدر ناخد المكسرات الصحية بشكل عام سواء كانت برضو الجوز مع اللوز، بنقدر ناخد زي ما حكينا الفواكه مع اللبن مع بعض، وبالتالي احنا بنكون الورقيات الخضراء صحي ما بتعطينا طاقة بس بتعطي الجسم شعور انه هي عم تاكل. الفليفلة، الفراولة، كلها من الشغلات الأساسية اللي احنا بنقدر نركز عليها مع منتجات الحليب لنقدر ناخد الطاقة اللي احنا بحاجة لها. نعم، صراحة بدي يعني أسألك سؤال مجد يمكن يفوت فيه علم نفس شوي وشوي تغذية، يعني بس أكيد أنا عارفة أنك رح تجاوبيني لأنه شوي دراماتيكي. أحياناً العصبية بتوصل لمراحل مؤذية في بعض الأشخاص، مثلاً بعض الرجال بيكونوا عم بيستنوا الغداء أو جايين أو كذا أو معصبين، إذا ما طلع الأكل زي ما هم بدهم ممكن تصير مأساة في البيت. هل فعلياً توقع الشخص أو جسمه بيكون متوقع أو بده يشوف مثلاً دجاجة ويشوف خضرة ممكن يصيبه ردة فعل معينة؟ هل الجسم فعليا بتهيأ لوجبة معينة فبصير متيقظ لهاي الدرجة فبيكون ردود الفعل أحيانا إكستريم يعني أو مبالغ فيها؟ شوفي إسراء، هذه ما لها دخل بالتغذية، هاي لها دخل بشخصية السيد اللي موجودة عندنا في كتير بالبيوت. هي الفكرة إنه أنت متعود تروح تلاقي السفرة موجودة ومحضرة ومرتك عملت لك سلطة وشوربة ووجبة رئيسية وبس يخلص على السريع، إذا ما نزل الحلو على وقته ممكن نعمل مشاكل. شوفوا كل حدا مضغوط، خصوصا الأمهات عندهم شغل بيتهم، عندهم شغل برا البيت إذا كان أونلاين أو عم بيداوموا برا، عندهم تدريس أولادهم اللي عم بيكون أونلاين، حتى الدقة بالوقت بالمواعيد والإنتاجية اللي إحنا عم نتوقعها منا كستات ما عم بتكون خلينا نحكي بيرفكت زي ما كانت قبل، لأنه الضغوطات زادت علينا بطريقة كتير كبيرة، غير إنه مثلا ممكن فترة معينة ما عم تلحق تروح تشوف أهلها فمثلا انضغطت زيادة. مشان هيك البارت الرجالي بهذا الموضوع بده يكون متقبل وبده يقوم يساعد، ما عجبه منظر الخضرة اللي حوالين الدجاجة يقوم يفلفل كاستين رز. هلا بعرف إنه كله بالتفاهم وبفضل إنها تنطبخ قبل بيوم الأكلة عشان نتأكد إنه كل البيت متأكدين وموافقين على هذه الأكلة،
بس نرفزه لو الوقت اللي ممكن ينزل فيه الاكل ممكن نسلك حالنا فيه بحبتين لوز. نعم يعني يمكن هذا بينطبق ايضا على الاطفال بنفس الطريقه مجدي، يعني يمكن الاطفال ببين تصرفاتهم انهم اختلفت فعليا بسبب انهم جوعانين. مجد الخطيب شكرا لوجودك معنا اليوم، صباح الخير.